اهلا وسهلا وشبه وشبه جدا شعبين البشرة من الدار البيضاء. مباشر جديد معنا هذه السيدة هذه اللي عندها واحد الابن، الابنة مريضة مشاش باش دير لها الرقية ونصبوا عليها بعض الرقاش. بنتها عندها سحر عن طريق عندها مس عن طريق سحر. المهم شي عاود لنا شو قال كيفاش تنصب عليك؟ السلام عليكم. بعدا مشيت لعند هذاك سميتو الراقي عبد الله السوسي، مشيت عنده دار هكذايا، قال لي صافي راه ولات لاباس ما غيبقى فيها حتى شي حاجه. جبتها عاد ما تزاد عليها داك الشيء، ما قدا لها حتى شي حاجه. نقول الصراحه ما قدا ليها والو، وديت معايا واحد دريته والو تزاد عليها داك الشيء. ولا بغيتي تشوف وجهها كله ما كانش كتندب، ولات كتندب ولات كتغوت ولات كتشرق حوايجها ولات والو، ما كاين حتى شي نتيجه والو. عاد ما تزاد عليها الحال، قال لها صافي عايشه، هي خرجت منك، هي ما فيهاش عايشه، فيها بزاف. وواحد السيد الله يجازيه بخير والله يحفظه والله يسهل عليه، هو اللي مشى عدي مسكين تال ولاد زيان في نصاصات الليل الله يسهل عليه. نعم اولدي. كيفاش وقع البنيه ديالك؟ وكيفاش وقع عليها؟ مني فات العيد الكبير مرضت ليا، كانت باركه ما عليها ما بيها، حتى ولات نعسه كتغوت، ولات كتشرق حوايجها، ولات كتقول لي ماما راه واش دويتي معايا؟ كنقول لها لا. ولات في شكل، ولات كتشدها الضيقه، ولات كطيح، ولات كتغوت بزاف تاع الحوايج، ولاو فيها من العشيه للعشيه. عاد المغرب ما كتبقاش بنتي هي هذيك، مني كتوصل العشاء عاد كتفيق بنتي كترجع لورمان. يعني شي يقولوا السحر تيكون في عاشوراء وفي ليله العواشر ديال رمضان وفي العيد الكبير، يعني تقاست في العيد الكبير وقعت الواقع. مني فات العيد، لا قبل العيد الكبير مرضت لي بنتي شي شهرين. قبل من العيد الكبير؟ من العيد الكبير شي شهر عاد مرضت لي، لان ما شحال عمرها؟ عندها 18 عام. 18 عام كانش بخير صحه؟ بخير على خير، تمشي للمدرسه ما خصها حتى خير، شويه غير نجحات وهي تمرض ليا. ومي مشيتي عند بعض الرقاق؟ مشيت بزاف بزاف بلا، مشيت عند اشرف الحياني، مشات دخلت عنده، ما كاينش هو ما كتشوفيش كاع، شي ثلاثه المرات قال لك عاد ممكن تشوفيه. كاين عين الناس ديالو. مشيت دخلت عاد دخلها، بقى كيقرا عليها، بقات كتغوت تغوت تغوت، قال لي فيها العاشق. مني دخلت عندو دخلت عندو قال لي راه فيها بنتك هذاك ما عرفت سميتو العاشق، خاصك تبقاي تبعي ليها. مني هذا قال لك لا خذي 10000 ريال ديال الدواء و 4000 ريال ديال هذيك سميتها ديال فاش كيدخلها. وقلت له ودي انا ما عنديش 10000 ريال، خديت لها غير 4000 ريال ديال الدواء. من شفت بنتي ماشي هي هذيك، واش انا كل حس لا صافي ما بقيتش رجعت عدو، لان واش ما تشوفيش هو تيقول لك ها انتم غتمشوا عند اشرف الحياني، قال لك ثلاثه الحصات عاد ممكن تشوفوا. ما دارت كاع داك الدواء اللي درتي؟ ما درتش لي كاع الدواء، ديتها عند طبيب تاع القلب اول مره. من ديتها وداك الشيء قالت لك عندها دقه القلب وداك الشيء، ما كاين والو. هي بنتي باش انا عقت بها حتى العشيه عاد كتمرض ليا، عي قد المغرب كتلوى كطيح. يعني داك الشيء مديور في العشيه مع داك الشيء عيري قد المغرب بنتي ما كتبقاش هي هذيك، صافي كتولي العينين دايزن بالدموع وعينيها كيتبلزو. وكنقول لها كتقول لي سكتي وما كتحملنيش انا، تقدر تدفل عليا تعيرني، تقول لي سكتي سكتي، كدير لي بحال سكتي سكتي. شويه من ديتها عند هذاك سميتو عند هذاك السوسي، ولات كتشرق حويجه، ولات كطيح، ولات كتغوت، ولات كتدفل عليا تعايرني، تقول لي ما كنحملكش الله يعطيك موته. ومني جا مني دخل الراقي ابو اسامه شويه، الحمد لله والشكر الله يقسمه لك يمين الله، وانا كنحمل السرطان وانا مريضه ما غنكذبش. شفتوني المشاهده انتم تشوفوني انا مريضه، ما يمكنش غنكذب عليكم. واللي فيه السلطان راه ما كيكذبش، كيخوف من الله سبحانه وتعالى. هاد السيد هذا خير ما يردوا على الله، كنت ما كنعش شهرين ما شفتش النعاس، اللي اتنعس شويه وتفيقني، تنعس شويه وانا مريضه كنشرب الدواء ديال النعاس. وانا مريضه وكنشرب الدواء ديال النعاس، وهي كتبات مفيقاني وانا يا ناعسه وفايقه. تصور من هذا المريض وكيشرب الدواء ديال النعاس
وهي كتفيقني وكاينه انا وياها والله سبحانه وتعالى. هزيتها ديتها الولاد زين، ما يمكنش غنبقاها انا وياها هنايا بجوجنا. هزيتها ديتها الولاد زين عند العائله، ولينا عاسين عليها، ولات باغا تهرب كتهرب ليا كتمشي تجري، وانا عندي يديا ما كنقدر لا نشدها لا حتى شي حاجه. العائله كتشدها ليا كيتبعوها تجري كيشدوها لك، انا نمشي كيجيها من المغرب للمغرب كتمشي تجري كيشدوها. يا هذيك ربي كبير والحمد لله. وهذا السيد الفضل كيرجع ليه والله سبحانه وتعالى، ومعمر خيره غننساه والله يحفظه. مسكين طاحت ليا مع 11 تاع الليل وجاي يجري، ما عنده حتى الطوموبيل فاش يمشي، وجاي في الطاكسيات كيتلاوح من الدار البيضاء حتى الولاد زيان. الحمد لله الحمد لله والشكر. المهم شي تعاودوا لينا فاش هي تاهي كانت معايا، هاي كانت معايا. السلام عليكم. بعدا مشيت معاها قالت لي يلا معايا واحد الراقد. مشينا نهار كامل حنا ندور، دانا واحد السيد دانا ب 10000 ريال، هو خدا 20000 اللي خدا هو حصة وحدة ب 20 بغا يفضي مع ما غيديرو. داش دار ليها قرع ليها شوية قال لها قصبة الرمان قصبة الرمان قصبة الرمان صافي نداو مشى هو مشى هادشي صافي نوض صافي مشات مشى السيد الثاني اللي حداها ثاني ولدها راه هو راه تا هو جلسو ما دارش لي ما دارش لي كاميرا حتى هذيك دايرها ما دارش لي الكاميرا. جلس عا جلس بحال هكا قال لي بدا يقرع لي دار لي هيك جمع لي في يدي رجلي دار لي ها 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 هكا ويدير لي ها ويشد لي من هنا شد لي من فوق راسو صافي نوض على سلامتك شي لي كاين. ابو اسامه عاودني على هاد الحاله هادي ديال هاد السيده، وحنا راه سمعنا بان منصبوا عليها. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي المرسلين واله وصحبه اجمعين. اخوان السلام عليكم ورحمه الله جميع المشاهدين اينما كانوا وارتحلوا، صلى الله العلي القدير ان يحفظنا اياكم من كل سوء ومكروه واذى. هذا البث المباشر هو دلاله على صدق ما نقول، ولا ازكي نفسي. اول شيء هذا المراه قبل ما نجي عندها عيطت لي ها هي، قلت لها ما نجيش عندك تنشخص لك الحاله، من تنقول للناس تنشخصني قبل ما يجي عندي. اليوم شخصت ربعة الناس، مشاو عند معظم الرقات اليوم فيما كندير شي بث كيجيو الناس بزاف، وانا لا اطيق، راه قلتها للمراه لا اطيق، كنشد جوج حالات في النهار الا قديت عليهم، لان قبل ما نجي شرحت لك ولا لا؟ طلعت في التليفون، قلت لك النوع يومين ماشي بغات تطج تهرب، قالت لك ما ماشي كتقول لكم ديونا عند هذاك هي. لان منين تنشخصوا الحاله اول حاجه تنوع المس، لان تنقولوا الناس عباد الله اللي كتشوف في الفيديو ما تيقوش فيه، ما بغيش ما تيقوش في اللي كتشوف في الفيديو. مني انا مثلا ما بغيش نبين فيديو تاهما كاين عران فيديو تاه مثلا بغيش لا شي دار له حد شي. هادو اللي مشاو عند رقات اللي ذكرهم، هادو مشاو عند رقات اللي ذكرهم يعني عندي اللي تيخوتوا الى غير ذلك. انا ما تلوحش داك الشيء الاخ، لا ورائي بنفسي، لان هذه تحرير رقبه الدريه ظريفه تتقرا مزيان قابله. هذه مسكينه بالنسبه لهذه حضن من جينا رايه. اش قلت لك اشري فيه عليك كبير لا يوم؟ قلت لك انا ما نقول لك تعطيني حتى شي حاجه حتى نعرف شنو كاين. واش قلت لك انا؟ قلت لك واخا ما عندكش والله ما نسمح فيها. ماشي هذا واللي عطاها التليفون تيعرفني، انا تنتعامل مع اللي كيعطي التليفون لواحد تنعرفو تعاملت معاه، فضل ما يجيني من اليوتيوب والفيس. غير باش نقول فضل ما يجي من اليوتيوب والفيس، كيجي من اليوتيوب واخدين لي الفلوس. هذا اللي قالت لك مشات عنده قصبه الرمان، اتحداه تحديت من اتحداه ان استطاع ان يعالج شخص واحد. واش فهمتك شنو كان عنده؟ في كان مشدود كيفاش مشى؟ ماشي كان جو تنفهم لهم النوع، لان الحمد لله بفضل الله متى كنت مخلصا يفتح الله لك فتحا مبينا. تنقول الناس ما ابغي من هذا البث، خذوا حذركم. اصبحت الرقيه في بحر متلاطم. انا كنتحداه هذا اللي تيقول لك عنده قصبه الرمان، تحداه يريح. شو عندي بزاف ديال الناس
وانا هاد السيده قلت لها غادي نقابلها، حبست البرامج ديالي قلت غنقابلها شحال تنمشي ونجي عندها وتنبقى معها، لان حتى الحمد لله عرفت شنو كاين عندها وفكيناها وتعالجت باش نشرح الطقوس كيفاش داكشي تنشرحوا للمريض. انت عيط لي تنشخص لي تنقول لي ما تجيوش عدي تنشخص لكم، الا قدرت نعالجكم نجي مع انني اشخص تشخيص والله اقول بدوريه لا يشخص معظم الرقاس. لماذا؟ لان يضعون نصب عينيهم المال وفي قلبهم ملذة المال، لهذا يغمق الله عليهم ويطبق الله عليهم علم هذا العالم الخفي علم الجن. فانا تنقول للناس وتنعود هذا البث المباشر يبقى أمان علي وعلى هذه السيدة التي أدلت بأقوالها، وأنا كذا أقول خذوا حذركم مني أنا وجبدو، ما تيقوش بشراقي مهما ألقى هذه المشاهد. وأنا تحديت الرقاة وقلت تجالسوا ليس أفضلهم وأحسن، وإنما أؤكد لكم صدق ما أقول من هذه التلاعبات. واحد راه كاين في البرنوصي يرى في رؤية أهل الإيمان ممن قد سرق مسعف لحيته 600 درهم الحصة، برك عليهم الملكيين وانتم النورانيين وانتم الزهريين بركوا معنا، جيبوا اللي جبركوا معنا وبركوا نؤكد لكم بالكتاب والسنة. أول منطلق الكتاب والسنة. الشيطان يضحك على الرقاة وعلى من استدرجوا من المرضى، الشيطان ذكي استطاع أن يخرج آدم من الجنة. ما هو الذكاء الذي قام به كي يخرج؟ مما يدل الشيطان يمكن أن يتلاعب بالرقاة ويتلاعب. راه تشوف أنا ملي بداوا يهضروا معايا ما عقلتش عليهم، ما أنا قلت لهم أنا غنوريكم ذاك العالم ديالكم. والحمد لله منهم اثنين اسلموا وحسنوا اسلموا، وبدليل بان السيده هي كانت تقرا كنقرا عليها كبدت انا مستعد اقولها الان. قلت السيده الى بنتها وقعت لها شي حاجه وشي حاجه انا اتحمل مسؤوليه وكاذب. علاش؟ لانني هذه متابعه من ولات بخير، متابعه بالتحصينات ديما تنبقى احلام اشنو تيبغي يبغي يرجع داك الشيء احلام وداك الشيء تكتولي الحمد لله بخير وكل شيء. فلهذا اقول اخ كريم اقول اعيد ابو اسامه هو معروف معروف، اقول لست انا اكذب لست انا اكذب، اقول هكا بملء الفم لان هذه الرقيه ما عندنا ما نديروا بها، احنا كاع شنو غنخسروا كاع؟ اولئك الذين لف قلوبهم المال. واش كتصور بان الانسان هاد السيده جيت عندها لقيت العائله ديالها كلها مقلوبين راسها على عقب، توقفوا كل شيء للخوال للعمامه واش كاينه الحاجة ولا لا؟ تصور تمتي كتدخل عند واحد هاد العائله تتلقاها بحال هكا باي حق انت ما حق والسحر حق الله المستعان. لا اقول الرقاة اوصيهم الان ووصيتي اتقوا الله في المرضى، والله لو كتبت ان تكتب في قائمه حسناتكم تلقوها يوم القيامه يوم لا ينفع المال ولا بنون، عندما يجزى الصغير والكبير ان تلقى في صحيفتك انك عتقت رقبه وجاء هذا الدين بعتق الرقبه بكثره ذكر الرقبه، فاذا فككت الانسان من هذا الامر اعتقت رقبه، وهذا أدرى وأرقى وأرفع وأسمى ما يمكن أن يحرزه الإنسان في دنيا. أعطتني المال وقلت لها الثمن وقبلت برضاها وبالمعروف، لكن ما أخذت درهما حتى قلت لها شنو عندك شنو، وقالت لك أنا درت ثقة ودرت ثقة فيك والحمد لله، وأنا أعاهدها أن هذه البنت غتكون بخير وبإذن الله. وأتابع الناس برا، جيت نعطيك التليفون صحاب برا شعيط تقول ابو اسامه اتابعهم هذه مده. شوف هذه مده كنتابعهم. علاش؟ الا جاهم الحلم شنو غديروا؟ تعالجوا كل يوم. شخص ربعه ديال الناس مشاو عند رقاعات شحال ديال الاموال، واحد السيد راه يلا 10000 درهم ردينا 10000 درهم يلا ردينا ليه، منين ردينا ليه؟ تيجي الاخ راه ردينا ليه اقول بحال كنقول 900 ديالو رديناها من ربيع ناعم، ردي 10000 درهم واحد السيد تدخلنا انه الراقي المراكشي هشام واعطاه 10000 درهم ردها ليه، وهذا هذه غادي تاخذ فلوس ان شاء الله تعالى. وكثير كندخل علاش؟ انا كيتسني شي حاجه اللي تعامل مع، اما الوجوه المستعار كيبقى يعيروا فينا احنا عارفينهم احنا عارفينهم. انا ما كنديرش في فيديوهات ديال التعاليق ديالي وكندير ذاك لا، انا ان الله يدافع الذين امنوا. فلهذا هذه السيده مسينا كانت في محنه والسيده معاه في محنه، فاتقوا الله ماشي مشكله بغات مسكينه تنصحها، كنقول اتقوا الله في المرضى اتقوا الله. والله اتواصل مع رقات خليجيين سبحان الله خليجيين خليجيين كيف يتعاملون وكيف يشرحون كيف يستفيدون منهم الناس. وهذا جي واحد راه هو كاين في اسفي تيدير لهم 500 درهم تيدخلهم، قلت لهم ريحوا تيضحك على الريافه. انا اقول لها الريافه اتقوا الله في انفسكم وبعدوا من هادو بعدوا من هذه. واخا انا تيقول لك علاش انت ريفي كدافع؟ ما كندافعش على الريافه كوني ريفي كندافع على كل شيء المرضى. تنقول لهم اتقوا الله
أيها الرقاش، وكل من خالف قولي فليجالسني. أنا لا أتكلم عن حياتي مدتي شنو كذا، أتكلم فيما يتعلق ما استرعاهم الله في أمر العباد في الرقية. أما تكون سكيري تكون دوز الحبس تكون ماشي شغلي أنا في ذاك الشيء، أنا أتكلم فيما استرعاك الله. كي جعلتك مريض، المريض له حق عليك أن تعالج، أن توقف دير مع الإخلاص، ماشي أنت كتشد كتدخل لي 10 عشرين ب 4000 و 10000 و 10000 ريال ديال وتيقولوا لك حنا ما تنديش هادشي، انا كنتنقل في الطاكسيات في راسك، تنقل في الطاكسيات ونتلاقى مع واحد راكب على الرونج وندير فيه بحال هكا ونقول لي انت نصاب انت عندك ديال الناس راكب على ديال الناس، علاش؟ ما عنديش مشكل انا، ما عنديش. لماذا؟ لان الامام ورش كان رئاسا، كان كيبيع الراس. امام ورش محمد بن عبد الاول كان خضارا، ابن سرير كان يبيع الزيت، فضيل بن عياض كان قطاع الطرق، القعنبي كان خمارا، وارتقوا دروة العباد لما دخل في قلبهم الإيمان والإخلاص. واش كتصحبك الراقي يجي عندك مكانة وطوموبيلة والعياقة؟ لا، سولوا ديال من داك الشيء. إن كان هذا المال الذي ترتديه وتمتطيه وتنفقه حقا فبالصحة والراحة، ولكن معظمهم لا يأخذون هذه الأموال إلا سرقة. ودخلوا عند أبو أسامة هو الذي يتكلم بمثل هذا الكلام، قلما نجد راقيا تأتيه القنوات يتكلم فيما يحرز مآربه، فيما يحرز مقاصده. أنا تنقول لكم جيبوا الرقاة بركوهم عندي معنا وبدأوا مني أنا الأول، بداو من لماذا ارهق ما اوجهي؟ علاش اخوي بداو بي انا اللو؟ لان علاش؟ نحن في عباده، القران في الاستشفاء، في التبرك، في التذكير، في وننزل من القران ما هو شفاء، في الشفاء، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر، وهذا قران انزل مبارك. يعني ما نبقاوش حنا نخلطوا يجينا واحد واحد من سواد الناس لا نبهل ويقول لك رقات نصابه نصابه، ويخرج دجال يقول لك نتحدى رقات. علاش؟ لان وجد فجا، وجد مدخلا لهذا الرقات بما ياخذ من اموال الناس. وهذا البنت ان شاء الله غتقول لكم كلمه، واول شيء اللهم اجعلني خيرا ما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤخذ ما يقولون، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. مشي عاودي لي اش وقع لي. مشيت عند عبد الله السوسي ما كملش معايا حتى 5 دقائق، صافي قال لي وليتي مزيان. ملي رجعت للدار طحت عاد باش تزاد عليا داك الشيء، وليت كنسرق حوايجي، وليت كنهرب ماما في الليل. مشيت عند اشرف الحياني ما شفتوش كاع، قال لك شري العشوب ب 10000 ريال كل نهار خصك تشري العشوب، وصافي ما شفتوش. وقال لي خدام مع واحد قال لي عندك الجل العاشق والسحر، صافي وقال لي خرجي صافي. قال لي خصك تتبعي صافي، قال لك خصك ضروري تشري العشوب. مني جا الراقي ابو اسامه شويه الحمد لله، والله حتى الحمد لله بخير، والله حتى الحمد لله كنشكرو بزاف، ولك يرجع على هادشي كامل. هذا واجب عليك. ما عرفتش كيفاش وقع لك هادشي؟ ما عرفتش. كنتي بخير؟ كنت بخير. تتقراي مزيان؟ تطحت براسك؟ تطحت؟ واش خطيتي هذاك الشيء؟ ما عرفتش. واحد الشرح بسيط نقدر نشرح منه، واحد الشرح بسيط هو النوع المس اللي وقع لها دابا. هي كتعرفوا بان البنت ملي كتحيض، ملي كتحيض كيكون داك الدم الحيض هو احب للجن الدامي الاحمر والخبيثه الصفراء. لان باش نشرح الطقوس كيفاش كيجي وفين شدات شتي المناطق اللي شديتك، شديتك بلاصه وطلعت واحد واحد. دابا واش كتحسي بدوك المناطق؟ كانوا 5، قلت لها قال لي بنا 3، قلت لها كاينين 5 تما وجبتهم وطلعتهم، لان مني شديت النقاط قلت لهم كاينين 5 واكثريه تلقى 5، كل واحد الدور اللي في اليمين بوحده واللي في الشمال بوحده. هذه كان لاحظت مسكينه الخريقه ديال الدم الحيض ديالها، ولاحظته في واحد يعني في المكان ليس يعني طاهر، ليس طاهر طاهر تماما، لانه خصو يتلف ويتجمع، وخداو من الدم ديالها في واحد اللحظه، قد تكون القته غاضبه او كانت في لحظه غضب نزل لهذاك الدم او كياخذوه كي، وبعد ذلك أخذ من نجاسة، من نجاسة اللي كيهبط ديك الصفورية أخذ منه، وأخذ من صورها عن طريق النظر إلى وجهها بالمرآة في صورها، لأن واحد اللحظة كنت كتوقف بحال وجهك كله خايب، هنا تأخذ لأنه هناك سحر الجن. يعني الفيور لا شيف تصاورها أخذ، وكذلك كان من ذاك الدم ديال الحيض ديالها، وكان في أنواع ديال الجن الأحمر والأصفر والسوداء والأبيض والسحابي اللي كيخنق. شتي دابا باش كلمة أخيرة بخير؟ والله تبع خير الحمد لله. شحيشي مزيان الحمد لله. شنو تقولي للشباب والشابات اللي باقيين قدك باش ما يشيقوش؟ لان دابا انت لحد الان ما عرفتش شكون السبب ديالك فاش. ما عرفتش، كنصحهم ما يمشيوش عند الرقات ودوك اللي كيضحكوا على الناس. 5 دقائق راه دار معايا هو فيديو في يوتيوب. وكاين فيديو.
5 دقائق قال لك عندك، وهذيك اللي خرج راه كانت باقه، هو اللي خرج، هذا اللي خرج. شكرا اخشي متابعي ومشاهدي جريده شعبير، نستودعكم الله في مباشر اخر. تنتمناو باش الناس ما تنصبش عليهم، تنتمناو الناس ملي يسولوا على راسهم قبل ما يمشيو عند الشراقي، لان الاغلبيه ديال الرقاط راه نصابه، الاغلبيه ديال الرقاط يديو الناس رزقهم، الاغلبيه ديال الرقاش ما تيحنوش في المغاربه، اي واحد شي واحد تينصب عليه. خوتي المغاربه نستودعكم الله في مباشر اخر، الى اللقاء.